الايجار شغالين بياخدوها من المستودع ويبيعوها بره بسعر تاني. والاهالي شاربه مر مش عارفه تجيب انبوب. لا في اهالي مركبه غاز وفي ناس مركبه غاز وبتاخد انابيب بتاخد انبوب وتبيعها برضه. الاهالي برضه بتاخد انابيب وتبيعها عندها غاز وتاخدها ليها هي وتبيعها. طب غاز صبايا ومين اللي معايا اللي وصل لغاز صبايا؟ مين اللي معاه مقدم ده عايزين 2000 جنيه مقدم؟ انا رحت املى الانبوبه النهارده قال لي لازم تجيب كارت وليك ميعاد ان انت تيجي تملاها والناس بتروح تملاها كده ده من المستودع ولا من المستودع؟ ايوه الوقت بتوع التومين جلبونا احنا على المستودع. في ناس بقى بتملى مره واثنين وثلاثه بالك في البقالين بقت كلها على المستودع دلوقتي فبقت في ازمه. ليه؟ لان 100 بقال في البلد اصبح كله على الغاز في المستودع فعمل ازمه جديده. لكن الاول كانت موزعه على البقالين فكان كل واحد بيروح ياخد من البقال بتاعه. ثانيا السعر بتاعها رفع من 8 جنيه ل 13 جنيه النهارده 15 جنيه. بتتباع في السوق السوداء ومش عارفين اللي بيجيبوها دي بيجيبوها بأي طريقه. يبيع الانبوبه ب 30 ب 35 بتوصل ل 50 جنيه رغم ان الغاز دخل. المفروض حد يمر من التموين يشوف البيوت اللي دخلتها الغاز يمنع ويمنع الانابيب او يشطب الاسم بتاعه من التموين يبقى ملوش حس. وبالطريقه دي تتحل الازمه. زائد اذا كان في اماكن يعني في بعض العمارات مش مدخله شقه او شقتين ممكن يتاخد اسمائهم وممكن يبقى ليهم تموين او حصه لغايه لما يركب الغاز بتاعه. الخضار مولع شغال في السوق ب 25 جنيه كلها من 6 الصبح لحد بعد المغرب. الموضوع ب 40 25 جنيه غاز طبيعي كل ركب العزب كلها عندك المفروض تبقى ضعيف الغاز. يعني في ازمه دي مش عارف والراجل ده مش عارف يجيب انبوبه ليه شهر اللي خايف يتكلم. انا الانابيب الكبيره انا مش لاقي انابيب كبيره عشان باخدها ب 50 جنيه عشان المطعم بياخدها ب 50 جنيه المطعم الانبوبه الكبيره للمطعم ب 50 جنيه من المستودع ب 35 وب 30 حوالي 17 جنيه 13 الانبوبه بتوصل 40 جنيه 45 و50 جنيه هنا هديلها بتاع شهرين ولا اكتر شهر ونص. وليه الظروف الشباب تعبانه طبعا ومفيش شغل وقاعدين بطاله يعني بدل ما يحسوا بالناس زيكم الكبار يحسوا بالناس الغلابه. حتى لو انسان ربنا كرمه وجاب مكنه وبيشتغل عليها المرور بياخده منه يدفع 1200 وقتي. طب ما انا اسيب لهم المكنه انا معيش 1200 حتى كش الشمس غاليه لو معايا 1200 مش هطلع على مكنه ولا اشتغل.